اليوم بدي رح يكون عن تحدي كاشف الكذب الجديد مع روان وريان. مو كاشف الكذب القديم الكذاب، هو اللي كذاب. الله اكبر منه. فهذا الجهاز اشتهر يعني بهاي الاماكن هلا، فحبينا نجربه. احنا هلا اشتريناه عشان نجربه، فهلا خليكم معنا وتابعونا. بس قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات، ويلا نبلش. فهلا احنا من الحجر مقص نشوف مين رح يسال السؤال الاول. يعني اذا انت مثلا اذا انت فزتي انت حتساليني انا. اوكي يلا. حجر ورق مقص، حجر ورق مقص. انا فزت، حتساليني انا وانا اجاوب. اوكي شو عندك سؤال؟ طبعا هون بيكون في زي هون كروت فيهم اسئله بس احنا بدنا بالعربي سو ما في بالانجلش. يلا شوف مثلا. عمرك حمستي مع صحاباتك يعني عني دون علمي؟ لا مستحيل. خلينا لازم ابلش. طبعا هون في زي شيء ما بتكبسوا بتحكوا نو. والله كذابة بابا. والله لا شوفي والله لا ماما. لا روان تحكي عني مع صحباتها؟ لا كذاب. لا لا حكى العين. لا روان ما تحكيش معي انا بكره. نو لا تطعي كثير انت كذاب. انت كذاب. متعلم انت كذابه بس لازم تطلع. خلص نكفي النوع. شوفي كم مره عدتها. هل طلعت صح؟ روان انتي خاينة. والله لا والله رح اتصل الشرطة عليكي. الو مين روان؟ يلا يلا سؤال. عمرك شك حمو؟ نبدا اسئلة محرجة. اوكي. عمره اي حدا مشهور عمل لك بلوك؟ يعني غيرنا احنا يعني هذول ما بشوف حتى. شو تتوقعي انت؟ هي احكي افتحي انا بعرف ما بتقدر. انا شفت كل اللي عم نو. شوف الكونفدنس. شو صار له؟ كذاب على فكرة. هي صح حواليك يا دورك اسألي. بس عادي كله غلط. مين بس عمل لي ترى؟ كلهم بيحبوني. كلهم يلا انا مشهور موت ناس. اوكي دوري اسألك. عمرك حبيتي ولد؟ لا طبعا استغفر الله ابدا. بالكيجي احكي اسمه. كنت احكي لا ما احكي اسمه. ما احكي اسمه انا حافظه اسمه رحمة. يلا روان بالكيجي وبجريد 1 و 2 و 3 انا السابع فصل اول اجا. يس بس يعني هلا خلص. شو يعني هيك؟ يعني متعادل يعني ولا يعني شوي شوي نص نص. يس انا حكيت الحقيقه. هو كذب. ليش اكذب عن نفسي يعني؟ الكي جي 1 للجريد 3 بعدين خلص. طب اسالك نو دور جر. دوري. اشوف من هون. والله شوفوا من هالسنة. في مرة بحياتك كذبتي لحد قديش بتاخدي مصاري؟ بكون مبلغ كبير بقول انه صغير. لا عم بدي احكي حقيقة. هو بكون مبلغ كبير. لا انا هو ما بحب اشوف حالي فبقول هو بكون مبلغ كبير. انا بس انت ما بدك تحكي او لا بتحكي او لا او كذبتي انه هالقد كبير وبس هو صغير. ما بحكي لكبار بس صغار. يعني انه انت افتحي انا بعرف شو اقول. يس. لا هيك التواضع والصبر احسن. والله شكرا. يلا سلمي. روان عمرك اخذتي بي يعني مش ايه بي وما قلت لماما؟ لا بصراحة بالفرنسي اخذت بي. بونجور مدام جي فودري بوزو تواليت. صاحبتي قالت لما بوتيل صاحبتي قالت لصاحبتها بونجور غلط على قلبك.
نو لو انت قولي كونفيدنس كونفيدنس اصلا ماما هي بتشوف علاماتي انا بشوفهم شفتوا اوكي دوري لا اسالك سؤال اشوف من هون لا ما عشان السؤال في عمرك سرقتي اي شيء من ماما وبابا وصحباتك او اكل او مصاري او اي شيء from my family وعملتي حالك ما بتعرفي لا 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 وهيك ايوه من عائلتي من ماما وبابا يلا ابدي yes of course يا حجو انت كذاب حيوان كلب انا مش حاوز اكمل سوري بس ما حكملش القبله احسن انا بقول من هلا دونك سليمي هاد سؤال والله دمار عمرها ماما ضربتك طبعا يعني ليش تعطيني كاف تقول لي افهمي هاي المساله ايوه انا وانا كثير مجنونه بس تفهم المساله لا بس بجيب علامات حلوه بجيب احسن منك حتى علامات طبعا طبعا ضربتني كثير كمان لازم هو عشان تفهم كف وكف هون وكف على ظهري هي الساعه 11 12 وواحدة الفجر بالليل روان لسه مش نايم على الموبايل شو ما بتسوي امبارح امبارح كان الساعه 10 ونص حكيت لصاحبتي جود نايت وكل حدا حكيت له جود نايت سكرت الموبايل ليه عم تسوي هيك سكرت الموبايل حطيت على كوميديا قلت ريان يلا خينا حرام احنا حكينا لماما ننام بعدين هي قالت لي يلا خينا نحضر هذا الفيلم شو اسمه كان نبضة قلب عادتها من اول تحكي احضر هالفيلم ضلت لساعة واحدة يمكن بعدين نزلت عند بابا اساس بجي ماي عشان ما اي ساعة نزلت لك بابا احكي تنتين خلص يا مش حلوة اوكي نزلت ساعة عشان ويلا شكرا سؤالك انا سألتك سؤال انت سألتيني اذا ماما ضربتني ايوه انا عندي حركة الاذن ماما بتمسكني من اذني يس روان ما ضربتني خلص ما ضربتني دوري سليمي سؤال حلو انا ما عندي سؤال حلو صراحه عمرك حدا اجاك قال لك اتركي صاحبتك نعطيك اكل قلتي روما لا ما تقصدين تذكر لا انا بتكون مش عم اكل هاي فكر لا عجبك تذكر لا ويد اتذكر عشان اخذ البيكلز عشان اخذ احيانا اخر حصه اليوم بس انا هيك انا بمشي هيك والشنطه بكرشي هيك حطيتها وبمشي باكل خيار وجزر والكل هيك بيجي بهجوم لا انا سالتك عمرك حدا اجاك قال لك تعي خذي اكل وكل شيء وتكذب بعض لا مش عشان بقولي تعي خذي اكل ايوه بس ما بقولي تكذب صحباتك لا لانه انا صراحه اول ثلاث كلاسز باكل اكل وبطلع عندي اكل بالساحه بتقولي وين اكلك؟ بقولها يعني نو لا جد نو كذاب والله نو اقسم بالله انت كذاب يلا بس يلا راح طنش دورك سليني خلصين يا بنت عمرك رقصتي مع حدا بالكيجي هاي وهنا كيجي مختلط ما بعرف نسيت كذاب متذكر كان عندنا رقصة ما كان عندنا رقصة بس كنت ارقص لحالي هيك امسك لي البالونة كان يجي وعدك وعليك صوتات زي اوكي كنت انا اوقف بعدين كنت اجي واحنا هيك احكي يلا نرقص ايوه وكان عندنا رقصة واحنا صغار مع اولاد كانت كثير حلوة صراحة كل بنت مع ولد وانا رقصت حتى كل يوم برقص انا يس انا بذكر اسم الرسمة على هلا اوكي خلص طب انا عندي سؤال بجنن دوري انا سالتك صح انت دور دوري اسالك سريع سؤال حلو روان عمرك محرج. عمرك شو قولي لي بحبك بتحبيني لا اذا حابين نعمل جزء تاني بس انتو تسألون اسئلة حننزل بوست على الانستغرام روح اكتبوا بالكومنت اي سؤال بدكم اياه حنحاول نجيبهم كلهم ونعمل مع هاي اللعبة يعني على مثلا انه انتو تسألون سؤال
قولوا اكتبوا اسم ريان ولا روان. مثلا ريان عمرك كذا كذا، انا بقول لا هو بيحكم صح ولا غلط. هي هلا سوت هيك يعني. ولازم بدي احكي لكم شغله انه عندنا مفاجاه لكم اللي هي giveaway مسابقه حتكون هذا الاسبوع رح ينزل بالانستغرام، ترقبوا يعني رح ينزل على الانستغرام وانتوا رح تروحوا تعملوا كل شيء بالكومنتس. وانتوا اذا بتسالوا ليش بالانستغرام، لانه عندنا هون الكومنتات مسكره باليوتيوب. ويا جايز بنحبكم، باي باي.